ليلة القدر هي ليلة فيها الطمأنينة، فيها الانشراح، فيها التلذذ بالعبادة، فيها المؤمن يحس به بإقبال على ربه سبحانه وتعالى وقبول له. ليلة شريفة عظيمة هي خير الليالي في العام، فأكرم بها من ليلة. أكرم بها من ليلة البكائين، ليلة القائمين، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك أنا أقول يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن وجوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرع لبابك حيلة، فإن رددت فأي باب نقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أجزل. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.